بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق وخاتم المرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. في هذه الحلقة نسأل الله بكتابه العزيز وبأدعيته التي وصلت إلينا عبر أنبيائه المرسلين وأمته الطاهرين بأن يدفع البلاء عن أهلنا في هذا الوطن وفي وطننا لبنان وفي كل بقاع العالم. فقد روي عن ثقة الإسلام الكليني عن الإمام الصادق سلام الله عليه أنه قال: من قدم 40 من المؤمنين ثم دعا استجيب له. فليكن دعاؤنا اليوم بأن يدفع الله البلاء عنا، لأنه كما نرى فيروس بحجم نانومترات قد روع العالم ونشر الذعر والهلع في جميع أنحاء العالم. فلا شك بأنه ملجأنا الوحيد لهذه الأزمة ولما نمر به هو اللجوء إلى الله والتضرع إليه بأن يدفع البلاء عنا. نبدأ بالذكر الحكيم مع الأخ القارئ الصاعد الواعد محمد رضا المظفر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى
فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد. بعد هذه التلاوة العطرة نتوجه إلى الله بدعاء الأمان. أدعية مذكورة بالصحيفة السجادية عن إمامنا السجاد وإمامنا الصادق سلام الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفتاء به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج ذلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيئتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منزجرة. أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات. إلهي لا
لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا ربي ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت وصل على محمد وآله وافتح لي يا ربي يا ربي يا رب وافتح لي يا ربي باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سأل وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك فقد دقت لما نزل بي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي فقد دقت لما نزل بي يا ربي ذرعان وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم ويا ذا المن الكريم فأنت قادر يا أرحم الراحمين آمين آمين رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
على محمد وآل محمد. نقرأ هذا الدعاء وهو دعاء مجرب للحفظ من الأمراض والوباء، وقد روي بأن يقرأ كل يوم. نتوجه إلى الله وهو مروي عن إمامنا بحر العلوم الإمام الصادق سلام الله عليه، حفيد النبي رسول الله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أدعوك كما أمرتني فاستجب لي كما وعدتني، إنك كريم لا تخلف الميعاد. اللهم إني أسألك بعدد خلقك، بعزة عرشك، برضا نفسك، بنور وجهك، بمبلغ علمك، بمبلغ علمك وحلمك، ببقاء قدرك، ببسط قدرتك، بمنتهى رحمتك، بإدراك مشيتك، بكلية ذاتك، بكل صفاتك، بتمام وصفك، بنهاية أسمائك، بمكنون سرك، بجميل برك، بجزيل عطائك، بكمال منك، بفيض جودك، بشديد غضبك، بسياق رحمتك، بعدد كلماتك، بغاية بلوغك، بتفرد فردانيتك، بتوحيد وحدانيتك، ببقاء بقائك، بسرمدية أوقاتك، بعزة ربوبيتك، بعظمة كبريائك، بجاه جلالك، بكمالك، بجمالك، بأفعالك، بإنعامك، بسيادتك، بملكوتيتك، بجباريتك، بمشيتك، بعظمتك، بلطفك، بسرك، ببرك، إلهي وسيدي ومولاي،
بحقك وبحق حقك وبحق رسولك محمد المصطفى صلى الله عليه وعلى آله، بحقك وبحق حقك وبحق رسولك محمد المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تجعل لنا فرجا ومخرجا وشفاء من الغموم وشفاء من الغموم والهموم والبلاء والوباء والطعن والطاعون والعناء من جميع الأمراض والآفات والعاهات والبليات في الدنيا والآخرة، وبحقك يا عين صاد، وبحق طه وياسين وصاد، وبحق حاميم عين سين قاف، وبحق أنا، وبحق إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وبرحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على محمد وآل محمد وعلى أصحابه الطيبين الطاهرين. نختم صلاتنا وحلقتنا هذه بتلاوة أخرى لكتاب الله الشافي المعافي مع القارئ محمد رضا المظفر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ثم قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون
تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العلي العظيم صلى على محمد وآل محمد. مرة أخرى نجدد يعني الدعاء والدعوة للدعاء والتضرع إلى الله بكشف الوباء عنا وعن جميع المؤمنين في أقطار الأرض، لاسيما أهلنا في لبنان، الوضع اللي هن فيه والضيق بالموارد. وأنا بوجه دعوة من هيدا المنبر طبعا لكل أبناء الجالية الكريمة عنا من المسلمين والمسيحيين وغيرهم. يعني عندما يكون البلاء نازل تجمعنا الإنسانية فقط، ندعو الجميع أبناء جاليتنا الكرام مراكزنا، حتى وإن كان التجمع فيه مشكلة وفيه بعض الخوف من تفشي الوباء، أن يكون هنالك نقل مباشر، بث مباشر من شخص يقوم بالصلاة من مركزه ويسمح للعالم للناس من بيوتها أن تحضر هذا البث وأن تدعو إلى الله. يعني هيك بيكون في مشاركة، إذا نزلت البركة عمت، فندعو الله أن تنزل البركة وتعم على جميع أبناء هذا الوطن وجميع أنحاء العالم. ناس كبار بالعمر عم تقضي بهذا الفيروس، الله يحمي الجميع، يحمي أهالي الجميع، أبناء الجميع، إخواتنا، أحبائنا، أصدقائنا. ونسألكم الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.